بمزاج الطيور دي في ان تطلع في اعلى حته، حتى هتلاقي هناك مثلا واحد تاني هو واقف فوق خالص، واحد تاني بتيجي على الشجره دي تبص لها كويس كده واقف، بس ما قدرش يخش جوه الشجره لان الشجره لو دخل جوه حيط مش هيعرف يطلع، هتشبك فيه، هتشبك في الفريسه.